الأول مثال من سيد قطب، والثاني ليه ما بتتكلم ما رأيك في حكام المسلمين اليوم، والثالث عبد الحي يوسف. مثال من دير ثلاثة دي. الأول سيد قطب ده من جماعة الإخوان المسلمين، ودي جماعة منحرفة، وإنت لا تبقى أخو مسلم ولا تبقى صوفي ولا تبقى أنصار سنة ولا تبقى حزب أمة ولا تبقى تكفيري سروري ولا تبقى تجاني ولا قادري ولا سماني، نبقى شنو؟ أبقى مسلم مستقيم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. هذه بتنجو. زول بيسألوا في القبر قبيل ذكرت الكلام ده، من ربك؟ بيقول الله. ما تميته. تاني بيسألوا ما دينك؟ بيقول شنو؟ الزول بيسألوا ما دينك؟ الجواب شنو يا جماعة؟ مش الإسلام؟ تمشي تتلولو هناك في القبر، يقول لك ما دينك؟ تقعد تتفلسف له. وطبعا والله أنا مع السادة الختمية، يا زول بيختموها ليك بوروك الحاصل. ختمية في القبر في ختمية؟ والله أنا طبعا يعني طبعا كنا تجانية. لا لا ما بتحل لك. وطبعا أنا كنت أخو مسلم. أنت ليه بقيت أخو مسلم؟ أنت ما تبقى مسلم عديل، ليه جبتها فوق أخو مسلم؟ أنت ما تبقى مسلم عديل، أخو مسلم بتاع شنو؟ كلها لخبطة زاي. سيد قطب ده من ضلال الإخوان المسلمين، ومن ضلالاته باختصار شديد جدا، وإن كان الكلام طويل جدا عنه، من ضلالات سيد قطب أنه يقع في موسى عليه السلام. يقول في كتاب التصوير الفني في القرآن صفحة 200: لنأخذ موسى إنه نموذج، إنه نموذج أو نموذج للزعيم المندفع عصبي المزاج. ده لموسى عليه السلام. والله قال في القرآن: فاصبر واصبر كما صبر أولو العزم. وأولو العزم خمسة من الرسل: الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، والرابع نوح، والخامس عيسى عليه السلام. أو الرابع عيسى والخامس نوح عليه السلام. من خمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا. والله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر كما صبر شنو؟ كما صبر منو؟ أولو العزم من الرسل. معناه أولو العزم ديل مش بيصبروا ساي، ده صبر عظيم. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما وقع بعض الناس بالكلام، قال: يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رسول يقول موسى عليه السلام صبر، وده يقول لك مندفع المزاج عصبي المزاج ومندفع. ده زول ضال يا أخي، زول منحرف وعنده ضلالات كثيرة نحن ذكرناها في مواضع أخرى. طيب حكام المسلمين، نحن بنقول يا جماعة الدين ده ما واضح. الحاكم الواجب عليه يطبق شرع الله. الدليل قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحاكم واجب عليه يطبق شرع الله. لو ظلم، لو ظلم وهو مسلم من حكام المسلمين وظلم، الواجب الناس تناصحوا، لكن النصح فيما بينك وبينه. الدليل في السنة لابن أبي عاصم وفي مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. تمشي تناصحه وفيما بينك وبينه، وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كلام سياسيين ولا غير. ولو ظلم وجار وظلمك انت، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طيب هم ضربوني في ظهري وشال قروشي، ده ما ظلم؟ أيوه قال لك ظلم.
طيب انا في الظلم ده ما اخرج عليه؟ لو ما تخرج عليه ليه؟ ما بتجيب مفسدة اكبر، بتخرج عليه بكتلك مرة واحدة، دي واحد. اثنين، زواله فيه ضياع للامن وضياع 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 الى اخره. ثلاثة، حقك ده ما بضيع، مش ظلمك في الدنيا هاي في حساب في الاخرة. اربعة، الشريعة ما قالت لك ما تنصح الحاكم، لكن قالت لك ما تنصح في الملأ، ما تمسك الميكروفونات تتكلم فيه، ولا تمشي في المنابر تتكلم فيه، ولا في الفيسبوك ولا الواتساب، ولا تسويها ضحك ولا كذا ولا كذا، وإنما تناصحه فيما بينك وبينه. ذكرنا الدليل قبل شوية، ده الكلام. طيب، ولأن ما تابعين لزول أفهم الكلام، ده دين نبلغه للناس، ما عندنا وراءه مصلحة ولا شيء. طيب، والناس عارفة، الناس القراب عارفين. طيب، عبد الحي يوسف ده زول يا جماعة عنده كتب، عنده مصنفات، الناس قاعدة تتعاطف ساي عشان بيجيبوه في التلفزيون، وبعض الناس بيستفتوه وكذا، ويقول لك ده زول عالم وده زول كذا وكذا وكذا. أخسي خش اليوتيوب، بس دي هسي عندك تلفون خش اليوتيوب، اكتب عبد الحي يوسف العمليات الانتحارية، هسي يجيبوا لك، يقول لك تلبس حزام ناسف ذاته عبد الحي، ده زول تكفير يا زول، ده منهج ومنهج الدواعش ديل واحد. شفت منهج ومنهج الدواعش بيشتركوا في التكفير والخروج والتفجير، هذا الذي يعنيه. زول خارجي وزول بتعلف ودوران، قال الناس يعني ديلك بيلبسوا حزام ناسف ويقعوا يلقوا بأنفسهم في الكفار، وهذا من الجهاد، اختلف فيه العلماء المعاصرون وهو من الجهاد. قال لك من اختلف في العلماء المعاصرون؟ علماء كالشيخ الفوزان وكغيره من العلماء. قال هذا لا يجوز، ده كملخص كلامه، قال ما بجوز. دليل شنو على انه ما بجوز؟ قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. طيب يا مولانا ما في جهاد؟ الله ما قال لك ما في جهاد، في جهاد، لكن جهاد ده شنو؟ انت شايل سيف والكافر شايل سيف بيتكاتلوا، لو قتلك انت شهيد في الجنة، ولو قتلته انت تؤجر في الدنيا، تؤجر وعندك غنيمة لو انتصرت، او تؤجر بس اجيب على الاجر بس كده، خلي الباقي. والدليل قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فانت بتدافع بتقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قتلك الحمد لله انت شهيد، انت قتلت انتصرت عليه، دي احدى الحسنيين. لكن انت هذا كفار ملمومين، لو كان اصلا الهدف بس انت تشيل في نفسك وتقع في نصهم وتقتل نفسك وتقتلهم، ما كان الرسول لبس درع صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابه بيلبسوا دروع، ولا كان الناس بتشيل مع السيف بيشيل ترس يعني ترس تصد به والسيف، ولا كان اتخذوا الاسباب، وانما الانسان يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا. والا ليه الا انا البس حزام ناسف ونط زي الدواعش وزي غيرهم زي التكفيرين؟ الحزام ده مش بيقتل الكفار، اي وجهاد شرعي، ده لو جهاد شرعي انا الحزام ده بشيله وبيدعه اللي فجرنهم، ليه الا بس انا في نصه اخش به وانا في نصه وخالف شرع الله تعالى وقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ فده الجواب على الاسئله الثلاثه، ونحن في نهايه المطاف. يفجر نفسه، هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة، صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى علمه. انت كلام أنا فهمت كلامه، عشان ما تقول نحن بنكذب على الناس ولا بنقع في الناس، هذا عبد الحي ذاته. طيب، خايفين على الأمة، الناس والله بيصروا لنا ساي، وفي ناس متكيفين، في ناس متكيفين، ناس بيصروا لنا ساي، خايفين عليك، بنجي من آخر الدنيا ونجي نبلغ هنا الدعوة، في شباب بيجوا بالشارع جزاهم الله خير، دايرين الدين بيقيفوا، أو فيهم خير بيقيفوا، يسمعوا، وناس في البيوت، ميكروفونات دي بتصلون، وقصدنا والله نوصل الخير للناس ويبقوا أحرار،
ولا يبقوا معانا ولا مع جماعة ولا حزب ولا طائفة. كل زول يكون حر موحد، ولا حجاب لا ينادي شيخ، لا عقيدة منحرفة، ولا يبقى تكفيري تفجيري يتعاطف زي ديل ويتعاطف مع الناس ساي ولا كذا، وإنما يصلي في المسجد ويعمل الأوامر ويجتنب النواهي ويشوق دربه ويسبح ويستغفر، ويكون عنده ورد من القرآن يقرأ كل يوم مما هو ما استطاع، ويكون عابد لله تعالى ويفر إلى الله ويلجأ إلى الله ويستمسك بربه سبحانه وتعالى، بيكون سعيد في الدنيا والآخرة. ده الجواب. طيب.